ياسر الاول طمنا عليك. الحمد لله طبعا ببارك للعيبه كلها وللجهاز الفني وللجمهور على الدوري، بقول لهم الف مبروك ومش اخر دوري ان شاء الله، وقبل البطولات الجايه باذن الله خلاص هنقفل صفحه في الدوري ده، نحتفل النهارده كلنا بس باذن الله الفتره الجايه نركز كلنا في افريقيا باذن الله. الاهلي كلها كانت علانه عليك بعد اختبار الكورونا، لكن الحمد لله المسحه طلعت سلبيه والتست طلع سلبي وتتنفس الصعداء. طبعا الحمد لله ده فيروس كورونا اللعين ده، طبعا ده حاجه بحمد ربنا بشكر ربنا عليها، ده ابتلاء من ربنا والمؤمن دايما مصاب. وحابب اشكر اخواتي واهلي كلهم واصحابي، وعرفت امتى عند الناس دي كلها عامله ازاي، والجمهور بطمنهم بقول لهم الحمد لله انا بقيت كويس الحمد لله. افريقيا طبعا افريقيا طبعا، والكابتن حسين الحمد لله على السلامه طبعا، ويدخل معانا واحده واحده باذن الله. غير الاهلي مش شايفه غير افريقيا دلوقتي طبعا، واحنا كلاعيبه خلاص صفحه الدوري ديت خلاص، احنا حسمنا الدوري هيتقفل خلاص ونفكر في افريقيا ان شاء الله. مليون مبروك. الله يبارك فيك. مستمرين معاك يا كابتن ايمن.